فكرت تعمل حاجات لرمضان زي أدعية زي حاجات كده، ولا بصي بطريقة أبو أو على أبو؟ ما انا عارف، انا دايما ما بحبش الحاجات اللي بتتعمل لحاجه معينه. يعني مش بتحبها. لو سكه روحانيه، انا نشأة صوفيه من صغري، فانا عندي كتير قوي في الحاجات ما دي. عشان كده، لأن أنت كده قوي أصلا. بس بحس ان لما يجي رمضان بقى، عارفه، كله يلبس العبايات ويلا نغني اغاني رمضان، بحس الحاجات ديت مش هي الحاجه اللي احب اعملها. بس احب جدا اعمل حاجات من تربيتي، يعني ان انا اطلع حاجات روحانيه جدا. عملت لا بس ما عندي عملتش مخزون كتير قوي، بس لسه ما نزلتش يعني. بس ليه؟ مش لك حاسس انها it's about time دلوقتي؟ لا بس بحاول اخلي الحكايه دي موجوده بطريقه اكتر ما هي تبقى دينيه بحته، تبقى موجوده في اغاني عاديه، بس يعني بتدل على الطريق اللذيذ. فاهم اصل انا قصدي؟ شايفه ان انت ما هتعمل حاجه كده، هتعملها بطريقه مختلفه، وهتبقى اغنيه، يعني هتبقى اغنيه للسنه كلها، مش مرتبطه بشهر رمضان صح. بس. انت دلوقتي قلت لي على حاجه، انت مش مع ان يكون في اغاني لمناسبات معينه؟ لا يعني انا دايما بحب اعمل الاغنيه تبقى، يعني مثلا في مره كان طلب مني ان انا اعمل اغنيه لكاس العالم، عملت الاغنيه مش لكاس العالم، عملت اغنيه لمصر. يعني لازم الاغنيه تبقى اكبر من حدث معين، عشان تقدر فتبقى تسمعها في اوقات مختلفة. عشان تعرف تريليت ليها في حياتك كلها. بس لو اغنيه معموله على قد الحدث، اغنيه هتنتهي مع نهايه الحدث. بس ابو، مين اللي حببك في المزيكا؟ كتير قوي بدأت الصراحة. اتكلم عن الاعلانات وبعدين اتخذت في حتة أحسن، تانية، دي أحلى حاجة فيك بس على فكرة. احنا دايما حتى اتخذت في حتة بره أوف تانية. مايك بنروح مواضيع ايوه، جنب المواضيع اللي يعني عايزين نتكلم انا فيها. عايزة اعرف مين اللي حببك في المزيكا او في الستايل ده تحديدا، because you're different، انت مختلف. هو الموضوع بالنسبة لي بدأ بالكلام. أبويا شاعر صوفي الله يرحمه، وكان طول النهار أي وقت راجع البيت ألاقيه قاعد بيكتب، ويجي يقول لي يا محمد اسمع دي وبتاع. فحبيت جدا الكلام، فبدأت أكتب شعر. حاولت أعمل زي أبويا أكتب باللغة العربية، بس حسيت إن العامية أقرب لي. وبعد كده لما على سن 14 أو 13 سنة، قلت طب ما أنا هقعد أقرأ شعر كده هتبقى، فأتعلم جيتار. فتعلمت جيتار، بدأت أحط الحاجات دي على مزيكا. مزيكا. وبعد كده في الجيل بقى بتاعت المزيكا اللي يعني من اكتر في مصر، يعني هو من محمد فوزي، منير مراد، عزت ابو عوف، حسين الامام، الله، عندنا مزيكاتيه مصريين على ابوهم يعني. عبقرة عبقرة. فانا كبرت في الاجواء دي يعني، فحبيت المزيكا وارتبطت بيها من الناس دي يعني. ده اللي خلاك عشان كده لما جيت عملت أغنية أهواك كنت متأثر شوية، أو بترجع؟ يعني أنا بحس إن أنت على قد ما بتواكب العصر على قد ما بترجع لروتس. صح. يعني أنا الأوان بلغة عربية، وأنا مبسوطة قوي، بحبها قوي، من أجدد أغاني أبو، أغنية رائعة رائعة رائعة. وأهواك طبعا، أهواك بتاعت عبد الحليم. فأنت ده اللي بيخليك دايما تحاول تعمل ميكس ما بين اللي كان واللي احنا فيه. لأن زمان كان في كم من فيض المشاعر موجود في الأغاني، ما بقاش موجود قوي دلوقتي. دلوقتي الاغاني بقت، وده مش بحكم على حاجه، بالعكس انا بعمل نفس الحكايه، بس الاغاني دلوقتي بقت حتى للمستخدم او المستمع بقت سلعه، تقارن بتيك توك، تقارن بكذا. فالاغنيه للأسف. ما بقتش ليها الحته دي. زمان كانوا بيحطوا كامل بتاعت ام كلثوم دي لوحدها كانت بتقوم طبعا. ملايين البشر. فبحب اخد من الروتس بتاعت دايما بقول انا ببيع مشاعر مش ببيع اغنيه. يعني الله. هي الفكره كلها كده، انك ازاي تقدري تلمسي قلب حد باغنيه يعني. فهي دي النقله اللي بدات بيها الكارير بتاعي. وكان من اول الحاجات اللي عملتها كانت مع العظيم احمد عدويه، مسافر. طبعا. دي برضو من الاغاني اللي اثرت في ناس كتير قوي بطريقه قوي. ايجابيه قوي. فحسيت ان هو ده الموضوع، انك تبيع للقلب اكتر ما تبيع للوسط. حلوة قوي، تبيع للقلب اكتر ما تبيع للوسط. ابو this is very deep، برافو. لا والله ابدا. بس it's true، لان يمكن ده اللي بيعيش اكتر. يعني عايزة اقول لك، الاغنية بتاعتك مع عدوية اللي هي بجنيه بتاكل، انا فاكرة الجملة دي قوي دلوقتي، للأسف ما بقاش في حاجة بجنيه، هو بس بعد التعويم الموضوع اختلف شوية. بس الكلام كان حلو قوي قوي قوي. والاغنية دي كل مرة بنسمعها، وفي اي وقت، في حفلة، قاعدين في البيت، مسافرين، بتمسك يعني، it's emotional يعني، بتخليك كده اللي هو لا ده انا اسافر ليه واقعد في بلدي، افضل قاعد في بلدي. لا لا لا، من الحاجات الرائعة بصراحة. انا بحس ان بلدنا دي قلب نور الكون. مصر دي فيها سر ابن لذين كبلد، من البلد الوحيدة انجي اللي عمر ما حدودها اتغيرت،
في العالم كله في الكوكب ده هي مصر. هو بس زدنا قبل كده السودان وبعد كده رجعنا لحدودنا من بداية العائلات الفرعونية وهي دي الحدود المصرية. ففيها سر غريب البلد دي. يعني بلاحظ ده في أغانيك، يعني انت دايما لما بتغني دايما بتحاول تلمس على مصر، انت بتحب البلد قوي وده باين من المزيكا بتاعتك ومن اغانيك، دايما بتحاول تلمس على مصر من بعيد او من قريب، او انا بشوف كده. تعرف الاغنيه ما بتتغنى كل واحد بيسمعها بطريقته وكل واحد بيترجمها على حاجه مختلفه في حياته، فانا دايما بشوف كده ان انت مع كل اغنيه هي مصر اللي قدامك. هي يمكن انت قلت ده قبل كده في شربات، ولكن انا بحس كده حتى مع ثلاث دقات، حتى مع كل اغانيك بحس ان انت ممكن تكون بتغني البنت، بس هي في الاخر هي بتبقى مصر بالنسبه لك. انا بشوف ان المصري دي مش جنسيه، المصري دي اسلوب حياه. لان حتى ما تلاقي الاجانب، يعني الاجانب لما تروح شمال افريقيا عند تونس والاحتلال خلى اللغه تغير شويه، فرنساوي تتفرنج اكتر، انت الاجانب يجوا عندنا هنا اهو ونعلمهم يا حبيبي، فاهم قصدي؟ فحتى احنا كمصريين من الاحتلال اللي كان جالنا زمان سواء الانجليز او الفرنساويين او ايا كان الاحتلال، ما تاثرتش قوي لغتنا العاميه المصريه. مزبوط. بالعكس احنا كنا بنأثر. ففي سر غريب قوي في الحكايه دي. يعني احلى بلد انا بشوفها احلى بلد في العالم، في الكون، في ده بجد. يعني مهما الواحد سافر وجي وراح وفيها اماكن بجد لسه لم تستكشف بعد ومحروسه كده، يعني محروسه ده اكيد. يعني.